الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من آداب رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يكره اللعنة ويكره اللعانين ويكره اللعان في كل شيء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر وكانت معهم في السفر أحد النساء، وكأن جملها تعثر بها أو حصل منه شيء فلعنت الجمل، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال مروا هذه المرأة أن تخرج جملها من قافلتنا فلا يمشي معنا جمل ملعون. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل هذا وأطلقه أدبا لهذه المرأة حتى لا تعتاد أن تلعن ولو أن تلعن الحيوانات. وفي مرة من المرات بعض الصحابة آذاه برغوث فلعنه، فقال لا تسب البرغوث فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. هذا ميزان غريب عجيب جدا، يعني احترم البراغيث كلها، عشان واحد برغوث قبل مئات السنوات أيقظ نبيا للصلاة. هذا قدر الأنبياء وهذه قيمة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع. لما نهينا عن قتل الضفدع؟ قال أن النمرود لما أوقد النار لأجل أن يقتل الخليل إبراهيم وأن يحرقه، جاءت الضفدع فكانت تأخذ الماء فتبصقه في النار تريد أن تطفئ النار. النار التي أوقدها النمرود لإبراهيم كانت يمكن أن تحرق الطير وهو في السماء يطير بعيد عنها من شدتها، ماذا سيفعل بصاق الضفدع؟ لكن لأجل ما كان في الضفدع من همة صالحة بقيت الضفادع محترمة، والنبي نهى عن قتل الضفادع بسبب أن ضفدعا أحب نبيا وأخدم نبيا. فهذا الدرس من الدروس العجيبة الغريبة في التعامل مع الأشياء، في التعامل مع الكائنات باعتبار علاقتها بهؤلاء الأنبياء وبالمحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. هذا ميزان غير موجود إلا في ديننا، غير موجود إلا في ثقافة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما تعلمنا هذا العلم من أحد، هذا العلم غير موجود في الدنيا، لم يأتي بهذه التعاليم العجيبة إلا من رسول الله. تقدير الأشياء على بعد مداها، على بعد زمنها، لأجل أحد الأنبياء لما دخل قال لصحابته ستدخلون مصر استوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم صهر ونسب. من أين النسب؟ النسب كون هاجر جدته، فين جدته؟ ربما الأربعين، وهي هاجر قديمة جدا لأنها كانت من الأقباط، ولأن ماريا أم ولده إبراهيم من الأقباط، فاحترم وقدر النسب البعيد والمصاهرة البعيدة. هكذا هو رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاليوم الإنسان الذي لا يبالي بأي شيء يتعلق بالمحبوبين، لهذا نحن إذا دخلنا المدينة المنورة نحترم أهلها، نحترم ترابها، نحترم شجرها، نقول هذه بلاد رسولنا، هذه أشجار بلد رسولنا، هؤلاء جيران رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، آل بيته، هؤلاء ذريته، أصحابه، أولاد أصحابه، الأنصار، أبناء الأنصار. هكذا تنشأ العلائق التي يقولون فيها لأجل عين تكرم ألف عين وتكرم مدينة. هكذا علمنا رسول الله قوة الصلة وقوة التأثير حتى تسري هذه الآثار في الكائنات والحيوانات، بل حتى في الحشرات، كيف نحترمها لأجل الأنبياء، وكيف بسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمته.